نجي نطلع ناخد اتصال مهم، هنروح للمهندس وائل السرنجاوي عضو مجلس اداره الاتحاد المصري للجمباز، وبالمناسبه هو ابن المرحوم المهندس محمود السرنجاوي رئيس نادي الزهور السابق. اهلا بك يا كابتن وائل. اهلا وسهلا يا كابتن، ازي حضرتك؟ انا والله مبسوط ان اسمع صوتك، يعني من اخر مره كنت قابلنا من 3 سنين تقريبا. طبعا وحضرتك يعني مشرفنا ومنور قناه النادي الاهلي، وحضرتك احد القامات الاداريه الكبيره الحقيقه، وابني طبعا الراجل اللي احنا طبعا بنكن له كل الاحترام المرحوم المهندس محمود السرنجاوي، الحقيقه كان حبيبي الكل الله يرحمه، وطبعا انت اكيد بتمشي على خطاه اكيد. شكرا. يعني باشمهندس وائل، كلمني عن البطوله واخر استعدادات، يمكن دكتوره كانت فاتن معانا كلمتنا عن بعض الامور اللي سبقت البطوله، عايزين نعرف اخر الاستعدادات وخاصه البروفه بتاعت بكره ان شاء الله. الحقيقه احنا البطوله دي بتقام في ظروف استثنائيه جديده وعليها اشراف من جهتين، اللي هو الاف اي جي الاتحاد الدولي حاطط عليها قيود سواء في عمليه التسجيل والدخول والخروج واللي بيسموها هم فقاعه فيما يسمى فقاعه، واللي هتشرف عليها وزاره الصحه بجانب وزاره الرياضه. لان الحقيقه ان البطوله دي بشكل او باخر بتقام لأول مرة في افريقيا. الحقيقة بمجهود الاتحاد كله والدكتور إيهاب يعني كان بيليد الموضوع، وكلنا الحقيقة تعاوننا. البطولة دي لازم كانت تيجي، وكان ده بلان من حوالي يمكن أكتر من 3 سنين في مع مستر وتنابي، الطرح كان موجود لغاية ما توافق عليها تقريبا من سنة ونص قبل ما الكوفيد يبقى عامل. طب دكتور وائل، يمكن الوفود بدات توصل ولا كله هيجي بدايه من يوم واحد؟ يعني في فرق؟ لا طبعا احنا لا، ده يوم واحد ده هو دخول الكل في البابل. طيب الفرق اللي وصلت عددها قد ايه؟ يعني لكن لازم لازم يعني احنا حتى كاعضاء مجلس اداره مش مسموح لنا ان احنا نحاول نخش او نخرج من البابل دي، طالما عملنا المسحه يوم واحد لازم التشيك ان يبقى يوم واحد. هي البطوله من 3 ل 6 ل 7، لكن بمجرد خروجك من الفقاعه دي سواء من حركتك من الاوتيل او الفاصل من الاوتيل مش مسموح تتحرك بعربيتك للملعب او من الملعب، حقك رجوع تاني جوه البطل. طب يعني في فرق وصلت يا باشمهندس وائل؟ يعني هل تبتدي توصل النهارده؟ كم فرقه وصلت عند حضرتك يعني رقم؟ لا الدرجه دي لا ما اعرفش، هو طبعا السكيدول بتاع الطيران هتلاقيه مع الدكتور نهاد مدير الاتحاد، هي القيف اللي هي الامور التنفيذيه دي هي تبع. طب باشمهندس وائل، عايز اسالك عن الرعاه بالنسبه للبطوله دي، هل فعلا انتوا نجحتوا تحصلوا على مجموعه من الرعاه؟ هل يعني الجانب التسويقي مشيتوا فيه كاتحاد ولا؟ بص عليك، البطوله دي في حد ذاتها كرعاة، احنا عندنا رعاة اصلا للعيبه اوريدي، في زي ابو القاسم في روابط. الحقيقه احنا بنحاول دلوقتي نخش مع تتويج اللي هي البوابه بتاعتنا. نعم. يعني بيبقى لينا كتير من الامور بنحاول فيها، لكن معظم الرعاة اللي احنا بنتعامل معاهم على اساس اللعيب. انما البطوله كبطوله يعني انت بيبقى في رعاة للاعبين، هي ده الاهم من الاعداد الفني او اللي زي ما بيقولوا الانفاق. حضرتك هي الفكره في ان البطوله في حد ذاتها هو حدث بيدار حاليا من قبل وزاره الرياضه، اوكي، من الناحيه اللي هي التكنيكال، من الناحيه اللي هي التنظيميه بجانب احنا من الناحيه التكنيكال، لكن والجزء اللي هو زي ما حضرتك بتقول ليها وضع خاص شويه. البروسيس بتاع البطوله والحركه والحاجات دي بتدار من خلال وزاره الصحه. طب الفكره في الجزء الاداري في البطوله رايح جزء كبير جدا منه لوزاره الرياضه طبعا. طبعا. وقفها ومساعدتها معانا. دعمها لينا الحقيقه. اذا كنت هتتكلم عن الرعاه فهي اكبر راعي، هي اللي اشترت الاجهزه. طبعا. هي طب الجماعه بنلعب باجهزه
الجديده. الاجهزه دي ملكنا يا باشمهندس وائل، يعني الاجهزه دي هتفضل بعد البطوله في مصر ولا في حاجات استخدمت خصيصا للبطوله؟ لا طبعا الاجهزه دول، اولا الاجهزه بتاعت الجمباز الفني 6 بتوع الرجال والاربعه بتوع البنات، او جزء الاجهزه دي دول طقمين بالكامل جداد جداد. الحقيقه الوزاره دفعت ثمنهم ونزلوا حتى في الاصول بتاعت الاتحاد في الميزانيه اللي فاتت، ودي اجهزه عشان تستهلك، لان يعني انا طبعا مش عايز اقول ماركه ولا حاجه، بس يعني من احسن الماركات يا باشمهندس، قصدك من احسن الماركات العالميه بالظبط، يعني بدون دخول في تفاصيل ماركه، لكن دي علشان تقدر تحولها لاهلاكات، لا مش قبل من 3 4 سنين كمان. ما شاء الله ما شاء الله، ودي حاجه كويسه. طب باشمهندس الجماهير، هل مصرح بعدد جماهير معين يحضر البطوله ولا مصرح بمظاهر تكريم؟ يعني الجماهير بقى، يعني ما في، يعني في جمهور، انا معلش مش سامع يا باشمهندس، في جمهور الموضوع يعني عايز اقول لك الاتحاد الدولي في الحته دي كان واضح جدا، مش معدي بس من مرحله الجماهير، الموضوع يعني حتى المظاهر اللي هي بتاعت الاحتفاليه بتاعت اللي احنا بنعملها العروض مش مسموح، مقفولين، واكتر من كده حتى البراسم مش مسموح، الموضوع شويه واخد ريستريكتد بشكل كبير من الاتحاد الدولي، وعشان كده الموضوع في العالم احنا ممكن نتعامل معاه في مصر على انه بسيط، واللي عنده فرصه انه كان ياخد المصل وما سجلش بسيط، لا العالم كله يعني خايف جدا من الموضوع ده بشكل، لو قلت حضرتك انا لو قلت حضرتك اللي بيحصل مش طبيعي يعني. ما طبعا طبعا باشمهندس وائل السرنجاوي، طبعا عضو مجلس اداره الاتحاد المصري للجمباز، بشكرك شكرا جزيلا، نورتني وشرفتني في قناه النادي الاهلي يا فندم.